سمعت معايا؟ فما ينفعش حضرتك تترسم، ما ينفعش تعمل رولو فورميشن. انتوا عارفين الرولو ده اللي هو ايه؟ في مره استاذ سال سؤال، يا ابني هو ايه الرولو؟ ايه الرولو اللي انتوا بتقولوه ده؟ من الصبح رولو بترسموا يبقوا رولو. لا يا جماعه الموضوع اسهل من كده بكتير، ده بقى مش في السلوش. الرولو اللي البنات بتحطه في شعرهم، عارفين اللي بيعمل اللي هو اللولوه في الشعر بيعمل اشكال، ده الرولو. ده الرولو الناس فاكره بقى رولو ده حاجه، لا ده الرولو ده وصف، مجرد وصف. في بقى سؤال بيتسال، ركزوا بقى معايا، امتى الاي اس ار يوصل ل 100؟ هو ده السؤال. اي اس ار يساوي 100 مليمتر في الارض، صح؟ عارفين مرض السل او التي في؟ لو انا عندي السل هتلاقي ان الاي اس ار عندي عالي، وهتقول اشمعنى اختار 100؟ لانه ما لاقوش في العالم كله مرض يزود الاي اس ار ل 100 غير التي في. هتقولوا هو الارقام دي ليها معنى؟ اه، يعني الارقام دي لازم تبقى عارفها. طب لو قال لي اكتر من 100 اكتبه كانسر، سرطان. يعني لو قال 100 تبقى تي في، لو قال اكتر من 100 تبقى كانسر. مع الكلام ده في غايه الاهميه. اخر سؤال بتتساله في التجربه، لا قبل اخر سؤال، ايه اسم تيوب دي؟ صح. بصوا بقى يا جماعه ركزوا معايا، لازم تعرف اسم التيوب دي. اعرفها ليه؟ اكتبوا اوسبي اند براكتيكال. انتوا عندكم امتحان اوسبي يوم 11 تقريبا؟ قبل البراكتيكال، وده دايما بيحصل. ايه فكره الاوسبي؟ يحط لك صوره التيوب دي على الحيطه، عارفين في الباور بوينت صوره عاديه، وانتوا بتبقوا قاعدين في المدرج متوزع عليكم ورق اسئله ليها علاقه بالصوره. يقول لك الصوره مثلا فوتو 1. حضرتك قلت التيوب اسمها ايه؟ ويستر جرين، دبليو اي اس تي او، ويستر جرين تيوب. ده كان واحد انجليزي هو اللي اكتشفها على اسم مع ويستر جرين. فيجي يسالك طب واسم الطريقه دي ايه؟ ويستر جرين مثلا. في طلبه بتتخض من السؤال، ايه ده؟ الدكتور ما قالناش اسم الميثود، قال لنا اسم تيوب. الراجل اكتشف الانبوبه على اسم، هيكتشف الطريقه على اسم. فهمت قصدي؟ طب هل نقدر نشخص مرض بيه؟ يعني هل هو دايجنوستيك؟ لا، it is not diagnostic but prognostic. واكتبوا ده اخر سؤال على التجربه. يعني هما بينهوا التجربه دي بالسؤال ده، لازم انهيها بده. not diagnostic but prognostic. بس دكتور شكري افتكرت عشان ما انساش، عنده سؤال حلو على التجربه دي. تقدر بقى دكتور شكري، سؤاله ايه بقى؟ بص ركزوا معايا يا ابني، احنا سايبينها لمده ساعه، لو فرضنا هنسيبها ساعه ثانيه، هل سرعه الترسيم في الساعه الاولى اسرع ولا الثانيه؟ مين اسرع؟ الاولى ولا الثانيه؟ الاولى. ليه؟ يا جماعه لان السيدمنتيشن او الرولو كل ما تقعدوا اكتر وقت اطول كل ما بيبقى ايه؟ اصعب. انا عايزكم تكتبوا velocity، velocity سرعه السيدمنتيشن in the first hour differ from the second hour. الساعه الاولى هي دي حاجه يعني ملهاش تفسير غير حاجه فيزيكال، عارفه حاجه فيزيائيه. الساعه الاولى غير الساعه الثانيه. اول ما انت تقول السرعه تختلف، عارف هيتقلك لسؤال تاني. عارفين ايه السؤال التاني؟ طب هو الريدنج ايه؟ ممكن تقول لي الافريج ريدنج في الساعتين؟ بصوا ركزوا معايا، ريدنج ان ذا فيرست اور بلس ايه؟ هل انا قلت زائد قرايه الساعه الثانيه على اثنين؟ ولا قلت هاف السكند؟ في ناس مش فاهمه دي، يعني ايه هاف ذا سكند؟ اكتبوا اكزامبل. دكتور ادينا بقى امثله عشان نفهم قصدك. اكتبوا اكزامبل. فيرست اور 5 مليمتر بالارض، سبتها ساعة، لقيت بعد الساعة دي طول البلازما كام؟ خلق لقيتها 5، في أول ساعة لقيتها 5. اكتبوا بقى الساعة التانية، سبتها
الساعة 8 الخمسة بقت 7. الخمسة بقت كام؟ 7. مش الخمسة دي بتاعت الساعة الأولى لوحدها؟ الخمسة بقت 7، يبقى الساعة التانية لوحدها كام؟ 2. هل أنا هقول 5 زائد 2 ولا نص 2؟ ما مش هنقول نص قراية الساعة إيه؟ مع التانية، فاهم قصدي؟ مش الساعة التانية لوحدها 2؟ معلش 5 زائد 2 على 2. لأن هتعمل لك حاجة اسمها إيرور. لو أنت خدتي قراية الساعة التانية اللي هو كاملة برضه أنا بسرعة الترسيم من الناحية الفيزيكال صعب إن أنا أقيمها 100%. فبعمل إيه؟ باخد لها برضه أفرج. دي حاجة لها علاقة بفيزيكس يعني مش هندخل فيها. فعشان كده قال 5 زائد نص 2 يبقوا كام؟ جماعة احسبوها. نص 2 كام؟ 1 زائد 5 6 على 2 مش الأفرج بتاعهم كلهم تطلع كام؟ 3. لا السبعة تعتبر الأولى زائد الثانية، عارفة من أول ما سبتيها. لا هو قصدنا بالساعة الثانية اللي هو السكند أور لوحدها. يعني أنت فاهمة قصدي؟ مش الساعتين على بعض. يعني أنت أول ساعة كانت 5. الساعة سبتيها ساعة كمان بقت إيه؟ 7. الساعة الإضافية اللي أنت سبتيها زودتها كام؟ الفرق اللي هو 2. أنا قصدي الساعة الثانية اللي هو الفرق اللي وصلني لسبعة. فاهماني من اول وثاني. نبتدي بقى نيجي للتجربه اللي بعدها، ركزوا معايا وعايز اسمع كل اسئلتكم. بليدنج تايب، يلا بقى يا جماعه، تجربه بليدنج تايب. بصوا بقى، هنجيب فلتر بيبر قبل ما نيجي نشتغل. بليدنج تايب احنا بنختبر مين؟ هل بنختبر كلوتنج فاكتورز ولا بليتلز؟ لو انتوا قلتوا لي بنعمل تست لمين فالموضوع هيندثر. دي بنعمل تست بليتلتس ولا كلوتنج فاكتورز؟ بليتلتس طبعا. طب ليه انا سالت السؤال ده؟ البليتلتس في نظري بتعمل ستوب للبليدنج القليل ولا الكتير؟ القليل. فدي عايزكم تكتبوها. ذا بليتلتس ستوب ذا سمول اماونت اوف بليدنج. طب ليه يا دكتور النقطة دي خلتنا نكتبها مهمة ليه؟ يبقى أنا عشان أعور صباعي لازم أفقد كمية دم يا معاه قليلة. أختار أنهي صباع من 5؟ أختار الليدل فينجر. يا جماعة ده الهدف. أنت ليه بنختار الليدل فينجر؟ فهمتوا قصدي إيه؟ دكتور شكري ليه سبب علمي يقول كلام، وعلى فكرة الكلام ده إحنا سمعناه منه هو، يعني على فكرة الكلام ده مش هنلاقوه في كتاب صراحة ولا في كتابه لما كان هو رئيس اس. شوفوا قد ايه الناس دي جبارة، يعني لما عمل كتاب عملي ما حطوش، لكن هو بيقوله في الامتحان. ايه ده؟ بجد والله العظيم لازم نحترم كل الناس دي، لان انتوا بصراحة انت هتدخل تمتحن عند الاساتذة صح؟ فلازم رأيه هو اللي هيمشي. السؤال اللي هيسأله لازم اكون انا عارف اجابته، الكلام ده مش موجود في الكتاب. طبعا انتوا هتسالوا سؤال محرج شويه، طب ليه ما تحطش الكتاب العملي وكنا نرتاح ونخلص؟ وعايزكم تتابعوا بقى معايا الناس اللي دخل بدكتور شكري او دكتور هاني او بعض الاسامي، هتلاقوا الناس دول بيتسالوا شويه اسئله صعبه الى حد ما، من قصدي؟ في طرقه في الاسم، الطرقه اللي انتوا هتخرجوا منها دي احلى طرقه، الطرقه اللي هي دي عشان تخرجوا من المعمل في مكاتب على الشمال اللي هي دكتوره نرمين في كذا مكتب، دي احلى مكان نفسك تخش فيه. لما تنزل على السلالم كل ما تدخل جوه بقى ربنا معاك، يعني لازم تكون انت عارف مصيرك وانت رايح في اماكن مبهجه. هو الطرقه دي هتدخل لجوه يعني فيها مشكلة. ركزوا بقى معايا، إيه بقى اللي هيحصل؟ هو سأل ليه بنختار التيب أوف ذا ليتل فينجر؟ الإجابة الليتل فينجر في الهيستولوجي في فايبرس تيشو قليل ولا كتير؟ مع قليل. طب وإيه اللي هيفرق معانا ليس فايبرس تيشو؟ كل ما تبقى فيه ألياف أقل لما تيجي تعورها هتطلع كمية دم إيه؟ أقل. يبقى
ناس فايبرس تيشو. ايوه ما يهموش بقى، هو ليه ما بيهمهمش؟ لان هم لما كان يعني الدكتور شكري قدنا او يعني كده كان الكلام ده هو بيعرفه كان بيقوله للطلبه. فهو الاسم عندنا فيه شويه جابس، عارفين الفجوات. الاستاذ فاكر ان اللي بيشرح في السكشن عارف اللي هو عارفه، واللي بيشرح ما يعرفش التاني دماغه ايه، والطلبه في النص مش عارفه دول عايزين ايه. انا اكتشفت الكلام ده امتى؟ لما قعدت في القسم كذا سنه كنا بنقول الكلام عادي، نقوله ونلاقي الطلبه وهي خارجين من الامتحان عملت ايه يا فلان؟ قال ايه بص لي بصه كده. انا الاول ما فهمتش هو انا عملت ايه؟ هو ده زعلان ليه؟ لقيته بيقول اسئله عجب بصراحه مش عارفها وما شفتهاش في حته ما اعرفهاش. فقلت له مين اللي بيسالك؟ افضل انا وراه عارفين بالصبر. طبعا الطلبه بعد الامتحان بتبقى متعصبه، يا دكتور مين لله الله يخرب بيتك اصلا من دي. بعد كده هو قال لك ايه؟ طب اجابته ايه؟ تروح تكتب الاسئله دي تيجي السنه اللي بعدها تقولها، تلاقي الاسئله بتتكرر بس الناس دي جباره والاسئله دي إيه؟ ونفضل على كده بقى لنا 10 سنين مع الناس دي في نفس اللعبه. ايه الاسئله تخلص؟ ابدا. يعني تلاقي الاسئله وانتوا هتطلعوا اسئله جديده. بجد في مره في طالبه السنه اللي فاتت دكتور شكري سالها سؤال بصراحه انا ما كنتش اعرفه عشان برضه يقول الحقيقه لاهلها ده قدام ربنا. هسمعكم عن فالسس بارادوكسس. في نوع من الفالس كده غريب لما هنيجي بقى للفالس المعقول. دكتور شكري قال ان ليها اسم اكساجيريتد فينومينا اوف نورمال كونديشن. لو ترجعوا للنظري مش الفالس ده بيضعف مع الانسبيريشن ويقوى مع الاكسبيريشن، هي ليها وصف كده. فهو قال ان دي حاجه بتحصل في الانسان الطبيعي بس دي ظاهره مبالغ فيها. فهمت قصدي؟ اللي بيحصل ايه بقى؟ انتوا بتمتحنوا في وقت سكشنكم، مثلا سكشنك من 3 لـ 5 مش انتوا في الميعاد. في عندكم مواعيد كتيره، جيت انا بدري عادي بالصدفه. فبنلم الاسئله زي كل سنه. فواحده قالت لي ده الدكتور شكري سالني في كذا وحضرتك الاجابه كانت كذا لو عايز حد يسالك وتقولها. قلت لها طيب. قابلت واحده ثانيه بالصدفه. دكتور ايه اخر سؤال؟ قلت لها فالسس بارادوكسس اكسجريتد فينومينا اوفر نورمال كونديشن. دخل الدكتور شكري عمل حركه غبيه بقى. اول ما سالها السؤال قام راحت قايله لي. لا مين اللي قال لك؟ دكتور محمد قال ان هو حضرتك قلت. طبعا كان المنظر وحش، لازم تمثل مش انت عرفت السؤال واعصابك هديت. مثل ان انت بتفكر حد معاك عادي واعمل ان انت بتطلعها مش دي. في بقى واحده ثانيه كانت اذكى منها، يا ماما هو الذكاء بيفرق بين طالب والتاني. فكري، قالت له مش دي حاجه بتحصل دورمان؟ قال لها اه. قالت له ويك مع انسبيريشن سترونج مع اكسبيريشن. قال لها عايزه توصلي لايه؟ قالت له اعتقد انها اكساجيريتد فينومينا اوفر نورمال كونديشن. هي ما اعتقدتش، هي عارفاه يعني. انت فاهم قصدي؟ فهو حس الدكتور لما بيجي له انطباع ان انت فاهم، على فكره درجاتك تزيد. يعني مش فكره ان انا قلت الصح، ممكن تكون الصح وتنقص برضه. مش عاجبني الطريقه ان انت تكون بيها الاجابه مش طالعه كده سبونتينيوس، مش انستيبل ريسكينج. طريقه مش عاجباني. فهمت قصدي ايه؟ فلازم تكون مجمع الاسئله، وانتوا هتجمعوا الاسئله برضه اللي جايه. فدي كل الاسئله الصعبه تقريبا على دي. تعالوا بقى نقول اسئله ثانيه. قبل الاسئله الثانيه في عندنا برضه عشان قبل ما انسى، دكتوره شادي في اسمها بالمر. هتعرفوا انتوا اسامي الناس دول ازاي؟ على فكره اسامي الناس دول انتوا ما شفتوهمش، في ناس ممكن اقولهم انت ما شفتوش. هتعرف اسمه من خلال السكرتاريه هتقول لكم انت داخل لدكتور كذا. وانت داخل له دكتوره شاديه بتسال ازاي السيجمنتيشن اوف ريد بلاد سيلز. هتشرح لها بقى النيجاتيف تشارج وبلازما بروتين بوزيتيف، الكلام ده صح. لكن هي مش عايزه دي. تقول لك انا مش عايزه كل الوصف ده خالص. انا عايزاك توصف لي السيدمنتيشن في جمله في كلمه
هتقول لها اللي هي عايزاه بقى ماس تو سيرفيس اريا. سمعتوا عنها؟ يعني ايه ماس تو سيرفيس اريا؟ كتلة، عارفين زي بالظبط زمان في ايام الفيزياء كتلة بتخلص ميه، عارفين الحاجات دي؟ أنا عايز أشوف كتلة الريد سيلز جي ماس نزلت في مساحة قد إيه وترسبت إزاي؟ هي عايزة الوصف ده ماس تو سيرفيس اريا ريشيو. وفي طلبة كتيرة بيخشوا لها والست دي عندها حاجات عجب، اكتبوا بقى كل الحاجات اللي عليها بقى عشان يمكن ما تتقابلش تاني، اكتبوا بقى دي قالت ايه. بص ركزوا معايا، دايما سيكشن قياس الضغط، انا مش هخرج بره الموضوع بس انا افتكرت عشان ما تنسوش، مش دايما التيوبز بتبقى ميديال، ميديال مش كلنا قلنا كده؟ تيوبز ميديال عشان البريكيال ارتري اون ذا ميديال اسيد. انا قلت كده وكل الناس زمايلي قالوا كده. دخلوا لها البنت ربطت الرابر باك عادي وتيوبز ميديال. هتلاقوا ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عارفين كانت عايزه تيوب تبقى ايه؟ التيوب تيجي من ورا اي بي كوندايل، مش اي بي كوندايل؟ لازم التيوب تيجي من ورا. ليه تيجي من ورا؟ البريكيال ارتري في الاناتومي هي بتقول بس انا ناسي بيبقى فاسترو ميديا، يعني بتقول ان هو مش ميديا. ده يعني ايه يا جماعه؟ مش التيوبز بتنزل كده؟ لا، بدل ما تنزليها كده لازم تجريها منين؟ من تحت. فاهمين قصدي؟ من تحت وميديا، فاكتبوا جنبها. دي الاسئله الغريبه، وعلى فكره وياما عملت مشاكل كتيره كتيره مع الناس كتيرة بسبب دي. يا بنتي غلط. لا، اللي انت عاملاه غلط. حضرتك طب هكمل قياس؟ مش هتكملي. ليه؟ قالت لها ان تيوبز البوستروميديوم. هتقولوا طيب لو انا ربطتها صح معاها هتسيبني؟ لا. سألت سؤال غريب، عايزين تصدقوني والله زمايلكم موجودين، ايه التالتة الرابعة؟ الناس دي موجودة، اسألوهم. وكان وقتها السؤال ده نزل على الفيس وكسر الدنيا. بنت كتبت قصايد في الست دي. قالت ايه بقى؟ قالت لها على فكره البريكيال ارتري بوستروميديان. قالت لها طيب قولي لي الكوز اند ريليشن يا نضاره. تخيلي السؤال ده اتسال، والله العظيم مش عارف بالله السؤال ده اتسال. قالت لها قولي لي البريكيال ارتري بيمشي ازاي؟ قالت لها بس حضرتك يا جماعه ده سؤال غير تقليدي، انا بقول لكم اسئله العاديه، واجب ان انا اقول لك العادي والغير عادي. هو سيكشن كله مش هيبقى عادي؟ ما هو عارفين كوز اند ريليشن اوف ذا بريك اب. انت ما تعرفش انت داخل لمين. البنت بقى عرفت تفتكر لها شوية حاجات وقالت لها لا كورس حضرتك ماشي كذا وعامل كذا. هي وجهة نظر الأساتذة القدام دول إيه؟ فيسيولوجي وأناتومي يعني ليهم علاقة ببعض، فأنتوا إزاي مش فاكرة أناتومي؟ يعني عملت مشكلة على دي، يعني دي الحاجات. وعملت مشكلة تانية، اكتبوا بقى السؤال لجمع أسئلتها بقى. السايلنت جاب، هل ليه سبب؟ سايلنت جاب. فاكرين في قياس الضغط في المحاضرات؟ قالوا لكم في حاجه اسمها سايلنت جاب، فتره مش هنسمع فيها صوت، ويرجع الصوت مره ثانيه. كل الكتب ودكتور شكري العالم كله الان نون كوز. هي بقى قريتها، ممكن تكون قريتها من على النت، ما انا ما اعرفش الامانه، لا دي انا ما اعرفش، انتوا هتدوروا عليها عشان انا مش هفتي. قالت للبنت كده انا عايزه اظهر السايلنت جاب. اسباب، بس انا عايز سببين. سببين. طبعا بعد البنت دي ما عرفتش، انتوا عارفين الطلبه اللي بيخشوا يمتحنوا في طلبه بيبقوا دفعتكم يعني زمايلكم، وطلبه بتبقى ساقطه كذا سنه طبعا يعني بعد شهر، يعني الناس بقى لهم 4 سنين او 3 سنين بيمتحن فيسيولوجي. دخل ليها الناس المدبلره عارفين او ساقطه بيبقى شويه مستبدع يعني اسف شويه مش فارقه معايا. قالت له انا عايز سببين للسايلنت جاب. رد عليها رد والله عجبني، كان ولد والله بصت بعدها قلت له الله على الفكره. قال لها قال ننقص ولا قال ننقص عادي. طبعا طلع رد
يبقى ده سيلز، عارفين نظريات. يعني انا معاك ان ده السبب معروف في العالم كله، هي عايزه تعرف النقطه دي. وسال السؤال مره تاني، تبقى السؤال فوليوم مش فولس. لا انتوا هتدوروا على الاجابه. انا معرفش. طب هو بقى ايه كانت بتسال السؤال دوت وبتدي سكيب وما بتقولش الاجابه؟ لا هي ما كانتش بتقول، لا بامانه كل حقيقه برضه عشان نقول الايجابيات والسلبيات. هي بتسال اسئله عاديه وساعات بعد كده الاسئله بتبقى صعبه، بس هي لما بتنقص بتنقص درجتين ثلاثه. يعني دماغها حلوه على فكره، واحنا اكتشفنا الكلام ده من المارك ليست، عارفين اللي هي الدرجات اللي بتتقيد من الاساتذه. لا ما بتنقصش وما بتديش درجات وحشه، بس الانطباع اللي انت بتبقي خارجه من بعده، تخيلي صدمة بريكير ارت جنب كورس اوبريشن، صدمات مفجعة تحسسك ان انت يعني انهارت، لكن هي ما بتديش درجات وحشة. بص السؤال اللي سألته فوليوم اوف بالز، بجد سألته كتير قوي. فوليوم اوف بالز، الفوليوم اوف بالز كام؟ فاكرين سيكشن البالز؟ مش انت كنت بتقول ريت ريزم؟ حاجة اسمها فوليوم اللي هي قوة الضربة في الناحيتين. قالت للبنت، قالت لها هو الفوليوم كام؟ قالت لها يعني كام؟ قالت الفوليوم يعني قوة الضرب. عارفين قصدها ايه بالفوليوم؟ يعني ايه فوليوم؟ هو انا لما اجي احس بالبلس مش عارف الفرق بين السيستول والدايستول؟ يبقى قصدها البلس بريشر. اكتبوا دي. يعني لما سألت كام السؤال ده عمل نوع من الارتباك، الناس كلها كانت بتتكلم على السؤال ده. يعني ايه الفوليوم كام؟ الفوليوم كام؟ يعني بالس بريشر، يعني 120 ناقص 80. بصوا بقى على مفاجاه الفسيولوجي، مش الفوليوم ليه معاني كثيره، اكتبوا بقى معاني كثيره. يعني ممكن اللي بيسالك ممكن هي تشيل كلمه فوليوم وتحط كلمه مرادفه او ليها نفس المعنى. يقول لك كده امبليتيود، مش الفوليوم تساوي امبليتيود ولا لا؟ يقول لك الفرق بين السيستول والدايستول اللي هو الارتفاع، او تبقى تساوي هايت اوف بالز الهايت، او تساوي بالز بريشر. انتوا معايا؟ لازم تتعود على المعنى او الحاجه بكذا معنى. دي نقطه مهمه جدا. عملت ايه هي بقى؟ بص شوفوا الشر بقى، قعدت تسال فوليوم اوف بالز كتير، خمس ست سبعه داخل لها ومحدش عارف، وفجأة حد عرف الإجابة، سأل حد ربنا كرمه وجت معاه كده، قالت أنا هغير صيغة السؤال، بدل ما تقول فوليوم، قالت إيه؟ أمبليتيود، عشان أنا قلت لكم نفس المعنى، قالت أمبليتيود، فاللي حصل إيه بقى؟ صيغة السؤال، وقالت أمبليتيود، الناس ما عرفتش، لأن ما تعرفش إن الأمبليتيود تساوي كلمة فوليوم، فاهمين قصدي؟ فاللي سأل السؤال ده شفته تاني يوم، قال لي يرضيك كده يا دكتور، ده الناس كلها تتسال فوليوم اوف بالز ولا تتسال امبليتيود اوف بالز. قلت لهم هما الاثنين نفس المعنى، يعني هو عرف الاجابه على الفوليوم وما عرفهاش على الامبليتيود. بتسال كمان في الهارد ساوندز كتير. وبالنسبه للبنات اللي قاعدين قصادي، في معلومه غلط يمكن فهمتوها غلط من زميلاتي المعيدات او الناس التانيه، ان الهارد ساوندز البنات ما بتعملهاش في الامتحان. في طلبه او طالبات السنين اللي فاتت افتكروا ان الهارد ساوندز ولدين بيعملوها على بعض وخلاص، وبعد كده لا ما بنعملهاش. لا، الهارد ساوندز ممكن ولدين مع بعض او بنتين مع بعض، فاهمين قصدي؟ لان انتوا انا معاك الموضوع محرج ونعد السبيسز، فاهمين قصدي؟ والقصه دي، ولكن كده كده محدش يقلق، لإن أنت هتمتحني على طالبة زميلتي ومعاكي دكتورة ومعاكي مربية وأوضة فاضية. أيوة، ما حد الأوضة مقفولة ومفيش حد، فما فيهاش إحرام، لأنها مرة غلست. بنت قالت لها أي أم سوري، أنا بقول لكم على قصص حصلت زمان، أنا مش هعمل على زميلتي. قالت لها حقك، من حقك يا دكتورة شادية، ست محترمة جدا ورايقة، هيشوفوك قوي. عارف الناس ان هم طوال الباب ستارلينج، بس مش عادي فعادي. قالت لها خلاص انا هجيب سنينك وتعملي عليه. قالت لها انا اسفه ولا سنين، لا خلاص هجيب العامل اللي في الاسم وهتعملي
صممت هتعملي يعني هتعملي. لازم يا جماعه الكلام ده ما تفهموش غلط، هتعملوه على بعض. ده ما فيهاش هزار. في اي صعوبه؟ لو عندها اي اسئله ثانيه غريبه ربنا معاك. الغريبه اللي هي قالت بصوا بقى. لو حاجات الناس تصير تسالني هل اجاوب الاول اللي هو الفيبرولوجي ده كله بعدين؟ لا لا ناس تصير تسالني. ما تقولش ما هي مش مؤمنه بحوار الفيبرولوجي والنيجاتيف تشارج. هي من الاخر يا جماعه لازم تفهموا كل واحد هيمتحنكم ليه حاجه معينه عايز يسمعها، مش هنتناقش ليه هما كده. هما كده خلاص. انت في الاخر لازم ترضي اللي معاه الضرر. لازم تقول له الحاجه، يعني لازم تبقى بوشين، تخش لبتاع الناس والسيرفيس اريا تقول له على فكره الاجابه هي دي. ايه فايبرنج؟ ده كلام مش واضح. تخش للتاني تقول له على فكره هو فايبرولوجي بس سيرف سيريا ده كلام مش مقتنع بيه. يعني لازم تبقى انت فاهم اللي انت بتعمله. اخر حاجه بقى بص ليميننج تايب. ايه مشكله التجربه دي عشان نبقى صرحاء؟ يا دكتور لما هننزل بيبقوا نقطتين بس. يا جماعه مش انتوا بتنزلوا نقطه دم وبعد كده بعد ربع دقيقه بتنزل نقطه ثانيه، فاكرين الكلام ده؟ بننزل. المفروض البليدنج تايم الطبيعي يبقى كام دقيقة؟ بداية من كام؟ دقيقة ونص لأربعة، يعني إيه دقيقة ونص؟ يعني كام نقطة؟ أنا كل ربع دقيقة بحط نقطة، يبقى بتبقوا على الأقل ستة. طب نجيب الستة منين؟ وأنا أساساً هطلع نقطتين، هو أنتوا ليه بتطلعوا نقطتين سواء أنا أو أنتوا؟ الناس بتبقى قلقانة. المفروض تعمل ايه في الامتحان؟ تدف ايدك وتجيب يا جماعه التيب اوبزرفيتنج فينجر، شايفين انا عامل ايه؟ انا ضاغط على التيب، ضاغط عشان احمر الصباع ده، وبايدي الثانيه معايا الشكاكه بتاعتي. هتشك نفسك شكه قويه وسريعه، يعني لازم الشكه تبقى جامده من الاول. في ناس ما بتشكش نفسها جامد من الاول فالشكه بتطلع ضعيفه، فالدم اللي هيطلع هيبقى كميته قليله وهتبقى التجربه غلط. يا جماعه انتوا معايا؟ يبقى لازم اكتبوا شكه قويه. لا ليه بقى ما ينفعش؟ لان في مشكله كبيره في الاسم، عشان برضه نبقى صراحه. معظم الناس اللي بيمتحنوكم فيميلز، والفيميلز اساسا ربنا معاك، يبقى عندهم صعوبه فين؟ لا انا مش بننتقد الفيميلز كفيميلز، الصعوبة إن الفيميل بتبقى لا أنت اللي تشك نفسك. دايما الرجالة عندهم شوية مرونة، إيه يعني حد تشك نفسك؟ المهم تطلعي لي بلاد. دي نقطة مهمة، لازم أنت بتشكي نفسك، يا جماعة دي مهمة. طب هنفترض فرض، جيت أشك نفسي وبرضه الشكة كانت ضعيفة وطلعت له نقطتين، ده ينفع؟ يا جماعة ردوا عليا، ينفع علميا ولا لا؟ يعني إيه نقطتين؟ يعني بليدنج تايم قد إيه؟ عارفين نص دقيقة يعني؟ يعني نص دقيقة؟ يعني البليدنج بتاعك أقل من العادي، يبقى البليتلتس بتاعتك بقت أزيد من الطبيعي ولا لأ؟ بدليل وقفت البليدنج في وقت أقل، ومفيش مرض في العالم هيزود عدد البليتلتس، يبقى أنت افترضت شيء أساساً مش موجود، يبقى أنتوا معايا؟ طب ايه حل الموضوع ده؟ وانا طالب عملت ايه؟ حضرت معاكم السكشن زي ما كنت في سنكم، مش الدكتوره قالت نيفر تو سويز؟ مش قالت اوعى تعصر صباع، لو عصرت هتطلع كميه دم كتيره، فاللي المفروض يوقفها هو الكلوتنج فاكتس، مش هي قالت كده؟ طب نعمل ايه للتحايل على اللي واقف؟ الناس اللي واقف ناصح، لازم انت انصح منه، صك نفسك شكتين جنب بعض. يا جماعه بتكلم بجد ما بهزرش، شكتين ما بتبقاش باينه، فين شكتين صغيرين، تعمل انت ايه؟ حط الشكه الاولى، النقطه الاولى، علميا المفروض استنى دي مش ربع دقيقه قبل ما احط، اعمل نفسك بتعد وخلاص عايزين نخلص، حط النقطه الاولى، تمام؟ وبعد كده حط بعدها ايه؟ نقطه. انا بقى لما كنت بعملها زمان انا فاكرها لغايه دلوقتي، جه الدكتور يلاقي ابني بناته ايه؟ جاي جنبي لمحته هيشوف انا بشتغل صح او غلط،
12 13 14 ثانية 15 اهي اللي بعده عايز بس ثواني هتعدي المهم اوديله في الاخر كام نقطة؟ تمام هتمشي الضمير ومش هتعمل التجربة وهتديله نقطتين في ولد عملها معايا قال له حضرتك اديني التايم بتاعه قال له دول نقطتين يا ابني قال له حضرتك ربنا عايز كده نقطتين قال لي يا ابني عدد البليتس لو كده يبقى ازيد من العادي قال له حضرتك وايه يعني؟ قال له المرض ده اساسا غير موجود اسمك ايه؟ قال له اسمي فلان النهي اللي بعده الموضوع خلص خلص معناه ان انت مش فاهم انت بتعمل ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ لازم انزل نقط يعني هنزل نقط واوعى تعمل سكويز جامد في طلبه بتعمل ايه بقى في السكويز؟ يعمل لك نقطه كبيره ونقطه جنبها صغيره النقطه الكبيره اكيد عملت سكويز ايه الاسئله اللي هتتسال على التجربه دي؟ اسباب زياده البليدنج طلب هو ده السؤال اللي بيتسال ايه يا ابني الحاجات اللي تزود البليدنج طيب؟ عارفين ده سؤال عادي طب يا دكتور في اسئله رخمه في الحوار اكتبوا بقى السؤال الرخم ازاي البليتلتس يعمل بازل كوليستريشن؟ صح هي دي الاجابه اللي هم عايزينها اكتبوا بقى البليتلتس كونتين ثلاث حاجات في ثلاث حاجات جوه البليتلتس تساعدها تعمل بازل كوليستريشن نكتبهم مع بعض واحد سيريتونين سمعتوا عنه رقم اثنين ادرينالين عارفين الادرينالين موجود في البليتلتس ثلاثه ادينوزين داي فوسفيت يا جماعه انتوا معايا السؤال هاو ذا بليتلتس كان ميك فازو كونستريكشن لا هو مجرد بس ان هو بيزوده خلاص دايركت افكت مش ملهاش اي تفسير او ميكانيزم ملهاش ميكانيزم واضح كده يا جماعه في اي صعوبه هنذاكر ايه بقى نظري تبع دي ذاكروا دور البليتلتس ان هيموستيزس عارفين الحته بتاعت البليتلت بلاك الحته دي مهمه جدا 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 ودكتور شكري عنده فيها سؤال سؤاله ايه بقى؟ ركزوا يا جماعه معايا سؤاله بايظ معرفش خدتوه ولا لا هو طلب التانية السؤال ده عادي سمعتوا عن الثرومبوكسان اي 2 اللي بيعمل بليتلت اجريجيشن يقول لك ازاي الثرومبوكسان اي 2 بيتكون ايوه فاكر حاجه اسمها فوسفو ليبيدز اللي في البليتلتس يتحول من فوسفو لايبيز لحاجه اسمها اراكيدونيك اسيد اللي بالسايكلو اوكسجينيز ده سؤاله ده وايه تاثير الاسبرين عارفين الاسبرين بيعمل سيوله دم يشتغل يا ابني على مين على السايكلو اوكسجينيز ويعملوا انهيبيشن على طول ولا لا السؤال ده مهم اكتبوا ده سؤاله هو دكتور شكري دي كان حته كده في العمل دي من الحتت الحلوه اللي بيسال فيها دايما وسؤاله منطقي بيسال على الباي بتاع الموضوع ده يعني قول لي هو ليه الثرومبوكسان قل؟ قال ليه؟ ولما خدت اسبرين كتير عارفين الناس اللي بيندحروا في اسبرين شرايط اسبرين في ناس ممكن لما تيجوا تبقوا في الامتياز على 2019 18 بعد عمر هيدوا لكم في السموم عارفين الناس بتندحر واحد بيندحر براس اسبرين عادي برشام جاي هو وعيلته كلهم بقى واخد مثلا ثلاث اربع عارفين اللي هو الشرايط الكبيره دي وهو بيندحر وعنده سوء الدم حتى هو بيندحر بفكر فسيولوجي هو كده كده دخل النار مش دي مشكلتنا لكن يكفي ان هو بيندحر ان الاسفل المبنى عندك السايكلو اوكسجينيز انزايم فاحنا عايزين نحل الموضوع يا جماعه النقطه دي مهمه جدا 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 بتتسجل في اي صعوبه؟ نيجي بقى لاخر تجربه عندنا كلودينج طيب انك طيب عارفين ازاي تملوا الكاميرا تشوف ولا لا؟ لازم الكاميرا تشوف تبقى مايله يا جماعه دي معروفه لازم تتملي هنا بقى المشكله
تبقى قوية ولا ضعيفة؟ قوية. سؤال بقى دكتور شكري اللي مش هتلاقوه في حتة بصراحة، سؤال رائع. هو احنا ليه عملنا سويس للصدر؟ يعني سأل الولد سؤال، قال له انت اعمل البروتين تايب. دكتور شغلي متعود ان دايما تفتح له في اوضته، عارفين اوضته على فكره قبل السكرتاريه في الطرقه دي، هتلاقي اوضته قبل ما تحول يمين هتلاقي هو هناك بجد اوضه دكتور شغلي هناك. فهيسالك يا ابني مش انت عورت الصمت ليه؟ هتقول عشان انزل بلاد كتير، عشان عايز اشوف الكلوتنج فاكتس. طب انت عملت سكويز ليه؟ بصوا بقى، الطلبه متعوده على سكويز عشان اطلع دم كتير، مش دي الاجابه العلميه اللي هو عايزها. اكتبوا الاجابه اللي عايزها. الاجابه هيستولوجي، هو الصلب فيه فايبرس تيشو كتير ولا قليلين؟ كتير. حلو. الفايبرس تيشو دكتور شكري قايل انه مغطي على البلاد فيسل اوف ذا صلب. عملها لك ذا فايبرس تيشو ان ذا صلب، ان ذا صلب obstruct the blood its blood vessels. يعني ايه obstruct its blood vessels؟ تخيلوا في blood vessels في صباعك كبير بتغطي بشبكه ايه؟ fibrous tissue. عشان انت تطلع دم كتير يبقى مضطر تعمل ايه في الفايبرس ده؟ تقطعه، عارفين تعمل سكويز اكتر علشان تاثر على الفيسل اللي هو كمان مغطيه، اه ولا لا؟ عشان اطلع ده. ده وجهه نظر. الصم في فايبرس تيشو كتير. كفر ذا بلاد فيسل اوف ذا صم. عشان كده انا مضطر اعمل سكويز. وعلى فكره دكتور شكري بيشرح لك في الامتحان. وده الشرح اللي هو بيقول كويس انه بيقول. في ناس ثانيه روزه لا يزالك. يسالك سؤال عجب عجب ويسيبك ويقول لك ابقى فكر. وبقى لنا 10 سنين بنضرب. يعني اول سؤال في اسئله هقول لكم على سؤال كان بيتسال زمان بس الحمد لله ما بقاش بيتسال. جه استاذ عندنا بدون ذكر اسامي. قال ايه بقى؟ ايه استخدامات الفلتر بيبر دي؟ ايه استخداماتها؟ فكلنا عارفين انها بليدنج تايم وخلاص هي بليدنج تايم. قال له لا، قال له يا ابني ممكن تستخدم في اسم البايو توزن عليها حاجات. عارفين في ممكن نستخدمها كفلتر بيبر، عارفين الام الخلاص بتاع الفايل، عارفين اللي هو الفلتريشن. فاسئله غريبه، الحمد لله الاسئله دي ما بقتلتش بتتسال. في اسئله هنا برضه في ايه الصور قبل ما انسى، معلش هترجعوا ليه الصور. اسئله معلش انا اسف، يعني في حاجات ممكن بننساها بس بنحاول نفتكرها لان القعده طويله. بصوا بقى، مش انت حطيت بلاد وعليه انتي بودي؟ ركزوا بقى معايا السؤال. يا ترى يا ترى الانتي بودي هو مين؟ صوديوم سيترين، مش السؤال العادي؟ السيترين تركيزه كام في المية؟ اكتبوا الكونسنتريشن 3.8 3.8%. الاسئله دي مين اللي بيحبها؟ دكتور هادي ايوب. بحبها قوي اللي هو الحاجات التكنيكال، عارف حطيت ايه؟ تركيزه قد ايه؟ واليونت كام؟ ف 3.8. دي مهمه قوي. في بقى دكتور تاني عندنا في الاسم، دكتور يعني كبير في السن واصفر كده، الوحيد اللي في الاسم اللي لابس بلطو، معرفش شفتوه ولا لا، دكتور الكرايمي، فاكتبوا اسمه برضه بالمره. دكتور الكرايمي من الناس المحترم قوي والطيبين قوي. عمل حركة غريبة. قال الولد ايه؟ قال له على فكرة أنا ما عنديش إيه الصغار يا ابني عشان أضحك فيها، وراجل معدي ال 80، ربنا يديله صحة. يعني فعلا راجل من الناس الممتازة أخلاقية قوي. قال له حضرتك طب ما فيش إيه الصغار، حضرتك عايز تتحبي في إيه؟ الحوار بدأ كده. قال له ما أنت اللي هتعمل إيه الصغار؟ إيه؟ قال له إزاي؟ بصوا بقى الفكرة، يا جماعة بنجيب ببيت، عارفين لو سألك تعملها إزاي؟ طبعا ممكن ما تعملهاش عملي بس تقولها شغل ما تتخضش. هنعور الصدر طبعا، هنعوره جامد ونعمل سكويز واجيب البيبيت دي مش ليها طرفين ولا لا؟ هتشفط الدم من ناحيه والدم يطلع معاك، يعني تملى
تيوب دي. طب يا دكتور وبعد ما املاها ما ممكن الدم يقع، هتعمل ايه؟ هتسدها من تحت بصباع وترجع تركبها هنا. شايفين يا جماعه مش فينا حاجه زي ستوبر؟ في حاجه هنا زي لزق فوق. هاجي احط تيوب دي فيرتيكال، هنا في مطاط ولا لا؟ في هنا زي صلصال مطاط، هتيجي تثبت التيوب بتاعتك بحيث ترشقها من تحت وتثبت الازازه دي منين؟ من فوق. هو بقى قال للولد اعملها. طبعا دي كانت مفاجاه ليه ولينا، ان احنا متعودين ان الاي اس ار الفنيين بيجهزوها، فلو قال لك اعملها ما تتخضش. هو دكتور كوريني في ميزه على فكره رائعه اقول لكم بالمره بقى، بما ان كل حاجه بتتقال بصراحه بينسى. دي ميزه رائعه، بينسى. مش قصدي حاجه، حكم السن كلنا هنبقى زيه، مش بنتريق، اللي هو التصور الشرايين يا جماعه كلنا هنبقى كده. فعمل ايه بقى؟ قال البنت اعملي لي الاي اس ار، وغاب عنها ربع ساعه كان بيعمل حاجه ورجع تاني. قال لها وانا امتحنتك والله العظيم بينسى، يلا روح فوق التمرين واحنا كلنا هنمر بالمرحله دي. قالت له اه حضرتك قلت لي قيس الضغط، قيس الضغط وانا قيسته على زميلتي. قال لها ايه ده؟ ما شاء الله وعملتيه كويس؟ قالت له اه 120 على 80. قال لها وديتي بكام؟ الدرجه النهائيه. ده غسيل مخ صح، وربنا وفق في هذا المسير. هنفترض لا، وهو دكتور الكرياني عنده حاجه غريبه، هات لي جايدن وتعالى اطلع فوق المكتبه وهات لي جايدن وهات لي جايدن وهات لي مرجع وريني الكلام ده انت جايبه منين. هو مش عارف ان الناس بتذاكر يا من كتاب الاس يا من ايه ولا درس، يعني في فراغات ما بين الناس وبعضنا في الاس. فانت لازم تكون فاهم اكتبه، ده سؤاله هو سؤاله ده. انا حتى مره دخلت عليه لقيته بينتحل ولدين. مش انت ممكن تقيس الضغط وانت في المستشفى ولا لا؟ يا جماعه صح؟ العيان نايم على السرير وانت قاعد جنبه على كرسي بتلف الرابر باك. قال له تخيل ان ده في المستشفى. نام. قال له حضرتك كلام فين؟ قال له نام. الولد ده على الارض، الولاد كده كده بيتبهدلوا. نام نام. مش احنا عايزين الضربات هناخدها يعني على كده. الولد دخلت عادي مره بالصدفه، انا قلت على استفراد سنين. لقيت الولد نايم ولقيت التاني على ركب وعمال يلف الرابر باب. بصيت للاثنين ولقيت الدكتور الكوريني موطي عشان يشوف التيوب. طبعا ده بيحب التيوب ايه؟ ميديا. لكن التانيه بتحبها ايه؟ بس مش عايز حد يتلخبط. هتلخبط الدنيا ببعض هتحصل كارثه. محدد ان كل التانيين لو قلت له بوست وميديا هتبقى مشكله. فكل واحد بامانه ليه حاجته ليه طريقته، وفي الاخر الضربات دي توفيق ربنا. بس بقيه الناس ناس عاديه وطبيعيه. نكمل بقى بقيه الاسئله. لا هي دي ما يقدرش عليها ربنا. هتعرفيها ازاي؟ هي دكتوره شاديه مش محجبه، هي اول مسلمه بس محجبه ومليانه. وهتعرفيها تقول لك اهلا دكتوره شاديه. يعني ما تقلقيش هتشوفي اسئله عجيبه والله في الاخر يا جماعه عشان ابقى صراحه، لا انتوا هتعرفوا الاجابه ده غير الاسئله اللي عارفينها، لا انا هعرف ولا انتوا. ما تقلقوش هتقابلوني وتقولوا لي هقول لكم الاجابه ايه؟ ما حدش عارف. من ضمنها صارت دي، يعني هي بتسال اسئله فعلا انت ما تعرفش ما تفهمش غير يعني. فربنا معاك ان انت تدعي بقى وتقول يا رب تزهق. الكل بينزل في الاسم، ما حدش يعني. بص الاسم عندنا الحمد لله ما حدش بيموت. يعني حتى وانت داخل باب الاسم الرئيسي في ساعات عاملين زي لوحه متعلقه، تلاقي توفي الى رحمه الله تعالى. اخو فلان، اخت فلان، زوجة فلان، طب فلان لا. في مره لقيت ايه ده؟ مش قصدي فلان، تقول ايه ده؟ معقوله ليه؟ عارفه تطلع فلقيت ان السكرتيره نسيت تكتب اخت. لا هم يعني على طول موجودين عادي. يعني الموضوع لازم تكونوا متعودين. ايه اسئله الكلوتنج فاكتورز؟ الاسئله العاديه اللي انتوا عارفينها. النورمال كام؟ وايه الحاجات اللي تطول الكلوتنج؟ طيب طب ايه الاسئله بقى الرخمه اللي في الكلوتنج فاكتورز؟ اهم سؤال سمعته عن اوبستراكتيف جوندس. يعني ايه اوبستراكتيف جوندس؟
فيه ستراكشر في الكورنر صغير ضغط ما بيعديش فيه البايب بس البايب ولا كمان الحاجات اللي بتدوب في البايب مين اللي بيدوب في البايب اللي هيتاثر وما يعديش؟ الفات سوليبل فيتامينز فايتامينز يجي يسالك بقى سؤال بايو حته بايو للحمام مش انتوا خدتوا فيتامينز؟ السؤال مش كده دكتوره شادية سالتها قالت له خدت الفيتامينز ولا لا؟ كانوا زمان في سنه اولى بياخدوا الفيتامينز معرفش انتوا دلوقتي المهم لما كان الفيتامينز بتتقال قالت له الفات سوليبل فيتامينز هما مين؟ بنعرفهم باربعه حاجه اسمها الف A و D و E و K اكتبوها A D E K طبعا انا عارف انتوا عايزين تسالوا سؤال نفسكم فيه يا دكتور ما خدناش الواي خلاص بقى يبقى مش هنسالها لا بيعتبروا الفيتامينز دي معلومات عامه يعني في ثانوي على فكره اول ما الولد قال لها A D E K انت ابويا اخبار الووتر سوليبل يعني حاجه مستفزه انا ايه الووتر سوليبل ايه اهميه السؤال ده تفتكر فيتامين كي فات سوليبل هيتاثر ولا لا هيتاثر مش هيتصنع معنى كده ان الكلوتينج فاكتورز اللي هو بيصنعها هتتكون مين الكلوتينج فاكتورز اللي هو بيكونها 1972 اتنين واوعى تقولها ركزوا معايا استاذ كبار مش بتوع سكين الدروس حضرتك 1972 يا جماعه هو ما بيفهموش الكلام ده هي عارفه انه فاكتور 2 و7 و9 و10 احنا بنقولها بشكل سهل او بنسهلها ركزوا معايا عشان الكلام ده انت تفتكره اوعى تفرح وتقول ايه ده كل الناس متفقين لا هتقول الكلام ده ايه اهميه السؤال ده بقى عشان كده دايما البيبيز الام اللي بتولد بريماتشور عارفين بريماتشور بيبيز؟ اللي اتولد قبل الاوان لازم نأخر له السيرجري ده السؤال اللي عايزكم تعرفوه هي بتسأل السؤال كده دلوقتي بيبي اتولد 7 مانس 7 شهور يا ترى نعمل له عمليه جراحيه عارفين ايه الطهاره؟ بالنسبه للولاد يسموها سيركم سيجن عمليه الطهاره العمليات المتعارف عليها بالنسبه للولاد هل نعمل العمليه على طول؟ اه ولا لا؟ جماعة سؤالي بيبي اتولد دلوقتي خلاص اكيد لا لا ليه؟ الاجابه بقى اللي هي عايزاها البكتيريا فلورا عارفين اللي في الانتستين لسه ما صنعتش فيتامين كي هي بص الحوار ده كده البنت قالت لها بكتيريا فلورا حضرتك ما صنعتش فيتامين كي قالت لها برافو عليكي بكتيريا فلورا ايه ده هو ايه انواع البكتيريا اللي انت تعرفيها؟ لا يا جبار كفايه على كده كده الموضوع اوفر تعرفين ان في بكتيريا مفيده؟ البنت بقى كانت ميزتها انها كانت اي جي انا فاكرها لغايه دلوقتي بس مثلا هتلاقي حضرتك عادي في كومبنسنس وفي جود بكتيريا وفي هارد فور بكتيريا طب دي واحده اي جي وربنا كرمها ومعلومات عامه وقالتها طب والناس التانيين ذنبهم ايه؟ عارفين استعراض معلومات يعني انا تلاقي في معلومات كده فيها استعراض فيعني لازم انت متعود عليها في اي صعوبه كده؟ دول اهم الحاجات بصراحه البلاد جروبس عيب نقولها لان كلكم عارفين بلاد جروبس في اي صعوبه؟ ناقص اخر جمله هقولها وتمشوا بجد خلصنا عارفين الهيماتوكريت فاليو؟ ايوه اهم سؤال فيها الهيماتوكريت في الفين اعلى ولا ارضي؟ والاجابه خدتوها في الاسبانيش كلورايد شيفت في نومي ارجع للنظري في الكلورايد شيفت تراجعها في نظري الريسبيريشن هتتسال والسؤال ده مره دكتور هاني ساله بصيغه لو جبنا عين الدم من الكابيلاري في الكابيلاري او ارتري او فين يا ابني مين؟ أعلى. في أي وقت؟ طب الهيماتوكريت في النيو بورن أكتر ولا في الأدلت؟ في البيبي اللي لسه موجود. ليه؟ صح عشان فيها الكوكس. كده احنا خلصنا. في أي صعوبة؟
بالنسبه بقى للغياب للحضور الناس كلها حاضره مش مشكله.